كيما كتشوفوا معنا مباشره من واد اورير. ها واحد الكلب، ها هو ها هو. اه فين هو غادي؟ فين غادي؟ ايه فين غادي؟ فين غادي؟ انا ري شوف شوف كيشوف فيا وبغى يغدر فيا وقيله. قال لك اسيدي الله يسامح هذاك غير بيزلاف، هذاك غير بيزلاف الله يسامح. كنعرفو ايه كنعرفو. كما كتشوفوا معنا واد اورير حاليا قبيله وصل الواد، قبل قليل دازت الامطار غزيره وحاولنا باش نشاركوا معكم هذا الواد. كما كتشوفوا واد في المستوى، واد ماشي ساهل، واد خيالي. بعد الناس كيجيو ياخذوا الصور، ياخذوا الصور مع هذا الواد اللي رائع جدا. ايوا هذا الواد كيدي الفيضان للبحر. حاليا إموران، البحر ديال إموران قريب هنا والبحر ديال أورير قريب هنا، وإذن الفيضان باقي مستمر والسيول يقدر أي لحظة غادي تكون من جديد، وفي نفس الوقت هذا الواد يقدر غادي يستمر حتى الغدا. يلا غادي يدوز ويقدر يستمر يومين، حيت كاين الويدان كيستمروا 3 أيام، كاين اللي كيستمر السيمانة. ما عرفتش أخوتي، كلب شوف كلب فين غادي، غادي للواد. شوف بغى يقطع الواد، غيديه الواد. شوف اخوتي بغى يقطع الواد، شوف ناري كيبان لكم بغى يقطع الواد. والله الا قطع الواد بالله، ها هو كيقطع الواد، شتي ها هو، والله الا قطع الواد غيديه الواد، غيديه الواد، غيديه الواد اخوتي. يا سلام يا سلام، عتق راسو، زيد 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 زيد. ناري كلب قطع الواد، سبحان الله. والله الا غريب هادشي بالله. تماما. ايوا كما كتشوفوا هادشي زوين بزاف، قررنا باش نشاركوا معكم هاد اللقطه ديال الواد. ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي، كلشي دير ابوني، كلشي اشترك، وتحياتي لكم. ان شاء الله من بعد غادي نكونوا معكم من جديد.